وإلى عالم النجوم، إذ عرضت ثروات النجوم العرب على الملأ من خلال استقصاء أجرته مجلة Arabian Business لتصدر قائمة بعشرة أسماء لأغنى نجوم الغناء في العالم العربي. من هم وما ترتيبهم ومقدار ثروتهم؟ التفاصيل مع الزميل صبحي عطري في التقرير التالي. ثروات بملايين الدولارات أصحابها رجال أعمال ومشاهير عالميين، ولكن هل النجوم العرب من أصحاب تلك الثروات أيضا؟ نعم، للنجوم العرب حصة من ثروات العالم، وذلك وفق استقصاء أجرته Arabian Business لتصدر قائمة لأغنى عشرة من نجوم الغناء العربي. في المرتبة العاشرة، الفنان اللبناني مارسيل خليفة، والذي عرف بغنائه الملتزم والوطني منذ بداية السبعينيات وحتى اليوم برصيد 18 ألبوما. أما ثروته فهي 18 مليون دولار. بغيبتك نزل الشتيل ومطلعي على البال. في المرتبة التاسعة، نجم البوب العالمي اللبناني الأصل ميكا، والحاصل على جائزة الميوزيك أورد سنة 2007 ثم جائزة MTV أورد العام الماضي. أما ثروته فهي 19 مليونا ونصف المليون. في المرتبة الثامنة، الفنان العراقي كاظم الساهر، والذي بدأ رحلته منذ عام 1982 حتى اليوم، وحصد العديد من الجوائز والتكريمات إضافة إلى العديد من الألبومات والحفلات الناجحة، بثروة تقدر ب 22.8 مليون دولار. حبيبتي مرت على بالي اليوم، وقفت تقدير لها يوم مرت. في المرتبة السابعة، الفنان المصري هاني شاكر، أمير الغناء العربي، تجاوزت عدد أغانيه 600 أغنية منذ انطلاقته في أواخر الستينيات وحتى اليوم، لتبلغ ثروته 23.5 مليون دولار. المر سكر من ايديك، والكون بيحلو في عينيك، يخضر لون الخريف لما بقول انا روحي فيك. في المرتبة السادسة، الملحن والمطرب اللبناني مروان خوري، حيث أنه يكتب ويلحن لنفسه ولغيره من الفنانين، لتصل ثروته إلى 24 مليون دولار. كل صايد من حلا عينيك، من دفا إيديك، كتبت نويل هودي لصايد مش حكي راحي، هودي القصايد هوليك كل. في المرتبة الخامسة، الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، والتي بدأت مشوارها الفني منذ عام 1970 وحتى اليوم بمجموعة كبيرة من الأغاني والحفلات والتكريمات، ولتقدر ثروتها ب 28 مليون دولار. شمصة يا قلبي ومحلا بيعبي مطرحك في قلبي، شمصة يا قلبي شمصة يا قلبي. المرتبة الرابعة، السيدة فيروز، والتي شكلت مع الأخوين الرحباني وعمالقة الفن اللبناني مدرسة خاصة لتمتد شهرتها إلى العالم منذ بداياتها عام 1952 وحتى اليوم، بثروة مقدارها 29.5 مليون دولار. في المرتبة الثالثة، الفنانة اللبنانية إليسا، التي بدأت مشوارها الفني منذ عام 1992 وحتى اليوم بمجموعة من الأغاني الناجحة، إضافة إلى الحفلات الكثيرة حول العالم والإعلانات التجارية، وبثروة تقدر ب 35 مليون دولار. تصدق بمين بعدنا ويدوب معدش يومين، وجيت لك أوام لقيتك وحشني وحشة سنين. المرتبة الثانية، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم،
والتي حصدتها خلال 10 سنوات الماضية وحدها، رغم أنها لم تطلق سوى 7 ألبومات إلى جانب صفقات الإعلانات المجزية عن بعض المنتجات بثروة تقدر ب$36 مليون. كأنه بيعرفني وحس وقلبه شو عندي حنين، وأنا أسأل حالي شو خص عم يسألني بصفته مين. أما المرتبة الأولى فكانت من نصيب المغني المصري عمرو دياب. ما قدري وما أكتوبي أنتي وعشقي ومحبوبي أنتي، ما تخافيش أنا مش نسيتي. حيث حقق الصدارة بالألبومات الأكثر مبيعاً على الإطلاق، حيث باع 50 مليون ألبوم على المستوى العالمي، وهو رقم غير مسبوق لأي نجم عربي راحل أو معاصر، لتصل ثروته إلى $41 مليون. وأنا معاك غيرت رأيي وفكرتي، ويا حبيبي لقيت في قربك فرحتي. لو حبي قالوا عنه عادي بيكذبوا. هذه ثرواتهم حسب استقصاء أريبيان بيزنس، فلا يسعنا القول إلا الله يزيد ويبارك. صبح عطري لبرنامج يا هلا. الله يزيد ويبارك أكيد يا صبحي، وشكرا لك على هذا التقرير.